Saint-Tropez. ما فيني شيء خطلان بحب ترقص؟ لا بحب ارقص ولا بحب انضرب على قلبي عم بقول لي خطلان زين شو بلاك شو اللي زعج منك مقهور مقهور يا انسه ليان مقهور مقهور من صمصيم قلبي ليش ان شاء الله خير هلا انا بدي اسالك سؤال مين هو ولي امره للانسه سميحه هون بدبي والله ما عارفه انا شو اللي يعرف يا فيصل يا مش كما بتعرفني انا ولي امره هون بدبي زين ايه معناتها الاستاذ ساهر لازم يطلب ايده لبنت جيراننا الانسه سميحه مني مزبوط ولا ما مزبوط انسه نانا انت بتكتبي دراما وبتفهمي ايه ميرسي ادري ايه مزبوط بقى ليش ما طلبها مني ها بس انا اللي اعرفه ان سميحه خبرت اهلها واهلها وافقوا وهي بتصير وياه على سوريا لك ما بصير يا خيطه ما بصير ايش الحكي هذا قال يا اخي الشغله فيها قصور بدك طالعوا وجهنا اسود قدام العالم لازم بالاول يحكي معي انا وانا اروح احكي مع اهلها ايش الحكي هذا لك انسى انا احكي لك كلمه مزبوط ولا ما مزبوط انت وحده بتكتبي دراما تاريخيه وبتفهمي شكرا ادري شكرا حبيبي انت ايه طبعا معك حق على كل حال انا ما بدي اطبز هلا وخليني عامل بأصلي أنا خبرتها لخالته فريدة ولولاي ما كانت وافقت لا على سائر ولا على غير سائر أصيل يا قدري أصيل وميان وبه قالوا لنا نجيبوا لنا شبس موسيقى